بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 4 ماث فيرست تيرم يونت 1 ليسون 3 مليارد. مليارد دي زيها زي الثاوزند، زيها زي المليون، بس مكانها ايه بعدهم، يعني مختلف شوية. ماشي، فكنت انا باخد اول 3 دول، كانوا دول الايه العادي يونت 1000. بعدين دخلت في بيت الثاوزند، برضو عنده ايه يونت و10 و100، بس ايه ثاوزند. بعدين دخلت بيت المليون، برضو فيها يونت و10 و100، بس بتوع المليون. درس النهاردة يونت و10 و100 برضو، بس المين حاجة اسمها مليارد. خلاص، يبقى انا بقسم من الاول من على اليمين، بشيل الاول 3 دول، دول بيتقروا لوحدهم. بعد كده الثاوزن بيتقروا لوحدهم، بعد كده المليون، بعد كده المليارد او بليونز، نفس المعنى يعني. بيديني نمبر كده، ده الستاندرد فورم بتاعته. عايز اقرا نمبر زي كده، بقسمه 1 2 3 واخد ايه كوما، 1 2 3 واخد كوما، 1 2 3 واخد كوما، وابتدي من على الشمال. طبعا ده 1000، ده مليون، وده مليارد او بليون. بقرا بقى من على الشمال، ده اسمه ايه؟ بليون اقرا بقى النمبر 367 بليون ممتاز، كمل 892 مليون 153,000 تمام. لا 400 سوري and تمام 28 ماشي، ممتاز، برافو عليك. دي طريقة قراءته عادي جدا زي المليون والثاوزن، بس مكان اللي بيختلف في حاجة. دي الستاندرد فورم، احنا خدنا قبل كده في حاجة اسمها وورد فورم، ان انا اكتبها باللترز، وحاجة اسمها اكسباندد فورم، ان انا اكتب الفاليو بتاعت كل نمبر واعمل ما بينهم بلس. 300 مليار بلس 60 مليار بلس 7 مليار بلس 800 مليون بلس كده يعني. دي اسمها expanded، expanded form. ودي ال word form اللي هو الايه؟ بال letters. ال letters. ماشي؟ قال لي المليار ده 1 مليار شكله عامل ازاي؟ قال لي 1 وقدامه كام زيرو؟ 3 ولا 2؟ نعدهم دلوقتي. ماشي. ده كده 1 2 3 4 5 لا 6 ده مش مليار، انا زودت 3 فيه. كده كده مظبوط، ده مليار. ماشي، قدامه كام زيرو؟ يبقى ناقصين زيرو. زود له زيرو، ماشي، هو دوت المليار. وان قدامه 9 زيرو. طيب ال بيتكون من كام ديجيت المليار؟ المليار بيتكون من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من 10 ديجيت. لو هو قال لي هاف بليون او هاف مليار، يبقى يتكون من 10 ولا اقل؟ لا اقل. اقل. بكتب ايه بقى؟ بكتب 5 ديجيت 100 مليون.
هلاقيهم 9 digits بس. طيب لو 3 quarter 3 quarter 750 مليون برضه 9 digits بس، ما بوصلش للمليار لأنه هي أقل من المليار. quarter مليار 250 مليون، ماشي. دي اللي هي الايه الريماركس لازم هيك، لانها ساعات بتيجي كومبليت في الامتحان. طب انا عارف لو اتلخبطت في نمبر اوف زيروز ابقى عارف انها هتبقى اكيد اقل من ايه، من 10 ديجيتس يعني ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. زي بقرا اللارج نمبر، انت ما شاء الله بتعرف تقرا كويس. بليس فاليو، عارفه البليس فاليو اللي هو يا اما مليار يا اما 10 مليار يا اما 100 مليار او مليون 10 مليون 100 مليون، كل الحاجات دي انت عارفاها يعني. طيب ايه اللي البليس فاليو؟ write the value of the underlined، انت عايز الفاليو للفور. قلنا الفاليو دي في طريقتين، يا اما اكتب فور وكل اللي حواليها زيرو، بس اللي على الشمال بشيله لان ملوش لازم، زيرو 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 زيرو، او اما اجي انطقه ده اسمه ايه 400,000، فانا اكتب 400,000 بس. ماشي تمام. الوان ده بكتب الوان، هو قدامه كام زيرو؟ 6 0 6 زيرو. طيب ده 5 قدامه كام زيرو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ممتاز، والباقي بقى زيه. ماشي تمام. The place value of the digit 7. 7 7 billion. billion ماشي. 0 0 لا مش عارف. بعد كده يونت 100 خلاص، دول كده قفلت عليهم. اخش على بيت 1000، يونت 1000 10000 100000، يبقى الزيرو ده فين؟ 100000. The place value of 2. حضرتك قصدك على 2 في بي ولا في سي؟ سي، احنا وصلنا سي. في سي؟ تمام. Hundred thousand. Hundred thousand. تعال نشوف. يعني 1000 قفلت عليهم كيف. يعني 1000 10000 100000 قفلت عليهم كيف. يونت مليون، اي في المليون. ممكن اقول يونت مليون او اقول مليونز على طول، ودي 10 مليون ودي 100 مليون، يونت مليون. نمبر دي، the place value of the digit 8.
في المليون. مليون؟ انه مليون بقى يونت مليون ولا 10 مليون ولا 100 مليون؟ يونت. كل مرة هقعد اعدهم انا اهو 3 اهو ودي 1000 دي المليون. فين الايت في المليون؟ اول واحدة الوان دي في اليونت صح؟ او التو دي في التن والايت دي فين؟ دي في الهندرد. و100 مليون لازم تعدهم معاكي؟ لا بس نسيهم شوي. نسي ال place value كلها؟ لا مش كلها بس نوعا ما يعني. ما سهلين. يونت 10 100 دول ثابتين في كل واحد. يونت 10 100 ثابتين. يونت 10 100 يونت 10 100 بس دول في الثاوزن دول في المليون دول في المليارد او البليون يعني دول كده كده ثابتين. لازم ابتدي يونت 10 100 خلاص. شوفي بليز فاليو تانية حظك حلو مفيش. طيب النمبر ده قال لي هقسمه كم في المليون وايه النمبر اللي في المليون؟ بيوت بقى كبيوت كده. ده اول نمبر ده 1000 ده المليون ده المليار 7 المليار ده هنحط 7 و 2 0. نمبر ده اسمه 7 ما هوش 700 هو 7 بس ماشي. اللي بعده 101 342 في ال 1000 تقريبا. ماشي نشوف نوع تاني شاطرة في دوت. نمبر ان ليترز اللي هو وورد فورم ويقول لي اكتبه بالايه؟ بالستاندرد فورم. فور 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 هنا في الأول. ماشي فور ايه يعني مليار دول؟ فور مليار. ماشي وبعدين بعدين وان فور سبن. وان فور سبن ماشي. وبعدين 7 2 0 ولا 3 0. بعدين ايه؟ بعدين 147 اللي هو 147 مليون ماشي. بعدين 200,000 صح؟ لانه ما قاليش 200 كذا لا وقال لي 2 في ال 100 ما قاليش حاجه في ال 10 ولا في اليونت فبكتب بدلهم زيروز. ودي 465 دوت 7 7 مليار و 4 و 81 481,000. طب والمليون ما قاليش في حاجة بحط مكانه زيرو. أيوة كم واحد زيرو بقى؟ 3 3 لأن عندي يونت و 10 و 100. بعد كده 481,000
بعدين then 500 550. آخر واحدة One هنا 1 مليار 1 مليار 8 9 800 يعني 8 في الـ 100 ماشي. وكم في اليونت؟ يونت 9 9. وكم في التنس؟ ما ليش حاجة، تنس زيرو وزير ده المليون. أروح للثاوزن 600 thousand 600 ما ليش حاجة في التين. أروح 6 و 2 0 ويتبقى لي 3 0 اللي هو البيت الأولاني خالص، مش كده؟ ماشي. تشوز ممكن تحلي دول في ورقة كأنهم تبع الهوم وورك يعني. ماشي خلاص أنا بس دقيقتين هصلي المغرب واجي. طيب ماشي.
اه.